باعتقال زملاتنا اللي منهم اللي كان منهم احمد فراش بتهمه حيازه بيانات، نازلين بالمعرض بنقول يسقط حكم العسكر، العسكر اللي قتل في محمد محمود بخيانه الاخوان وبرعايه الداخليه، رصاص الداخليه اللي فقع العيون اللي قتل الشباب محمد محمود اللي كان منهم عماد عفت واللي منهم الجندي وكريستي، ده الداخليه وده حكم العسكر. بنقول لسه يسقط حكم المرشد، لسه دولتنا بتتكسح وثورتنا بتتكسح، لسه في عميد امن دوله ولسه في حرس الجامعه عايز يدخل لنا هنا. نزلنا ننبه الناس لحد ان في اول امبارح في قطر في دهشور قتل 40 بني ادم، الاعلام ما صدر لهمش كل ده، الاعلام عمره ما هيصدر ان في عهد السيسي في قطر قتل 40 واحد، الاعلام مش هيصدر ان في واحد اتقبض عليه بتهم توزيع بيانات، الاعلام مش هيصدر ان يوم 19 نوفمبر 2013 كان في انتفاضه طلابيه عشان حقوق الشهداء اللي ما جاتش، حقوق الشهداء اللي من سنتين ومن 25 يناير ما جاتش.